تمام يا شباب، فاذا انت عم تشاهد هذا الفيديو لحتى تربح الاموال فانت وصلت لافضل فيديو بالعالم، لانه انت بمجرد ما تصور صوره لاي منطقه بالعالم، صوره للسماء، صوره للارض، صوره لاي شيء بدك اياه، انت راح تقدر تربح اموال، لانه انا اليوم جبت لك موقع بتقدر تربح اموال منه مجرد انه انت تلتقط صوره، تلتقط صوره، ما بده منك اي شيء، فقط تلتقط صوره، تمام؟ تعال معي لورجيك موقع لا يعلى عليه ابدا، خليك معي وشوف هون كيف رح نقدر نشتغل نحن، بهذا الموقع في ناس بتدفع لك اموال، في ناس بتدفع لك اموال لمجرد الصور اللي انت عم تحطها، في 4 مليون مستخدم رح بيدفعوا لك اموال للصور اللي انت عم تحطها، هيك في عالم مجاني، في عالم بتسالني معقول يجي شخص يدفع لي على صوره 10 دولار؟ نعم في شخص بيدفع لك على صوره 10 دولار، في عالم هيك حابة تكب مصرياتها بالارض، يعني انت ما عندك اي مشكله معهم، فاذا دفعوا لك اموال انت رح تكون سعيد، يعني في 4 مليون شخص، اذا انت نزلت 1000 و2000 و3000 صوره ضمن هذا الموقع رح اعطيك اياه، ممكن تربح عائد شهري حلو. تعال معي وشوف هذا الموقع العالمي. هذا الموقع العالمي عم يحكي لك شارك عملك وابدا بربح المال، تمام؟ شارك عملك وابدا بربح المال ضمن هذا الموقع ضمن 4 طرق. اول شغله تصنع حساب ضمن هذا الموقع، ثاني شغله بتبدا ب دراسة ملفك، انه راح يدرسوا ملفك تعطيهم صورة، ثالث شغلة انه انت راح تبدأ بربح الاموال، make money every time your content is downloaded، يعني راح تربح الاموال باي لحظة اشخاص بيحملوا صورتك، راح بتحمل الصور اللي عندك وانت راح تنتظر، ممكن تنتظر ايام قليلة وراح بتشوف، ممكن انت هون عندك بالحساب راح تطلع عندك دولارات شهرية، راح يطلع عندك دخل مادي شهري، إذا نزلت 1000 و3000 و4000 صورة، الصور اللي عندك تعتبر صورة جيدة، عم تلتقط صور احترافية، بتنزلها ضمن هذا الموقع، وهذا الموقع راح بتكفل إنه راح يعطيك أموال، هذا الموقع راح ياخد حصته أنت مالك علاقة فيها، وأنت بتاخد حصتك هي عائد شهري إلك، فأي شخص اللي عم يفكر ما عنده أي عمل، عنده بطالة ما بيشتغل أي شيء، أو بيشتغل وبيحب يصور، بحب يصور الطبيعة، الخضار، السماء، أي شيء بدك إياه، الحيطان، اللوحات، وبتنزل صورك هون، أنت رح يكون عندك عائد شهري. رح أحكي لك تفاصيل التسجيل، تفاصيل التسجيل بدقيقة واحدة فقط، وبتبدأ أنت بتحميل الصور الخاصة فيك، وبصير عندك أموال جيدة كل شهر. طيب هي هي الصفحة اللي حكينا عليها، أحصل على أموال مقابل صورك من خلال ترخيص 500 بيكسل، هو اسم الصفحة 500 بيكسل، اوكي؟ قم ببيع صورك، هذا الشيء اللي حكينا عنه ما بدنا نعيده، هون راح يعطوك 60% من الأدوات اللي راح تندفع، تمام؟ وهون عملية التقديم سهلة جدا، فقط قم بإرسال صور الفوتوغرافية إلى الترخيص، اوكي؟ ما في أي مشكلة، نحن راح نضغط هون بدء. تمام كثير بتطلع لك هي الصفحة، بيحكي لك إنه أنت بدك تسجل عن طريق جوجل أو فيسبوك أو أبل أو أي طريقة بدك إياها وتنشئ حساب فيها، أنا راح أنشئ حساب وراح أدخل عن طريق جوجل واللي هي الطريقة الأسهل. تمام كتير، بمجرد انه انا سجلت ضمن هذا الموقع فبكل سهولة يطلع لك هي هي الصفحة، لم ترسل اي صور للترخيص، ارسل لنا صور، ارسال صور جديدة، يعني انت راح ارسل صور جديدة، فمجرد انه انت ارسلت صور جديدة، طبعا انا راح ارسل صورة لعلى التعيين حتى اعطيك مثال. تمام كتير، هلا انا اضفت صورة صورتها من برا مثل ما حكيت لكم ببداية الفيديو، ترخيص هذه الصورة حتى يعطوك اموال عليها، مرخص حصريا لهذا الموقع، تمام؟ اضفت انا الصورة، هلا هون اضفت الصورة وعم بيحكي لك هون خصوصية هي الصورة عام، تمام؟ عنوان الصورة اعطاك العنوان ووصف الصورة، انت بتحط الوصف اللي بدك اياه، بتحط موقع الدولة اللي انت اللي بدك اياه الموجود فيها حتى العالم تعرف انه هي الصورة وين موجودة. الكلمات الدالة يعني شو هي الصورة شو بتعني، انا كتبت مدينة. طيب اوكي تختار اللي بدك اياه طبعا هون المدينه والعماره، هل تحتوي الصوره على هذه الاشياء؟ لا تحتوي ابدا، اضف علامه مائيه طبعا حتى يعطوك الاموال، وبالاخير بتعمل ارسال. تمام كثير، تم تحميل الصوره بالنجاح، تقدم الترخيص صار جاهز. اوكي هلا نحن بهي الطريقه وبهذا الشغل نحن حصلنا هلا على صوره ممكن اي شخص يحصل عليها ويدفع لك اموال. هلا هون الصوره قيد المراجعه، تمام؟ هلا الصورة صارت قيد المراجعة ضمن هي الشركة، وهي الشركة هلا راح تشتغل على هي الصورة وراح يبلشوا بعرض الصورة يعني للناس حتى تقدر تشتري هي الصورة، اوكي؟ يعني راح ينزلوها على المعرض، وانت بهي الطريقة بتنزل عدة صور اللي بدك اياها وبتنتظر وبشوفه وبرسلك عن طريق الايميل. فيك تنزل تطبيق، التطبيق موجود على سوق بلاي، فيك تنزله كمان بكل سهولة، موجود هو التطبيق، بتضيفه من سوق بلاي وعليه تقييمات كتير عالية، بتضيف التطبيق وبتقدر بتتواصل معاه هون وبتنزل صور، بتتواصل مع الأشخاص اللي عم تنزل صور ضمن هذا الموقع. تمام يا أصدقائي؟ طيب بتمنى التوفيق للكل، ولا تنسوني من اللايك إذا عجبك هذا الفيديو.